أهلاً بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع افتتاحيات بيدا الملك، وحنرى في هذا الفيديو جنبيت الملك المرفوض، التفريع التقليدي يقدمه لنا أحد كبار اللاعبين في بداية القرن العشرين، البولندي أكيبا روبنشتاين في دور الخالد المعروف باسم الرمال المتحركة. وروبنشتاين عاصر شتاينتز ولاسكر وكابابلانكا وكان ينافسهم كتفا بكتف، وتم تنظيم بطولة عالم بينه وبين لاسكر، ولكن قيام الحرب العالمية الأولى منعت إقامتها. وسر تسمية الرمال المتحركة أن الأسود دافع جيدا، ولكن كلما كان يدافع بشراسة كان الدور ينقلب عليه أكثر وأكثر، حتى نظن أن الدفاع لا جدوى منه أمام روبنشتاين الذي وصل إلى هذا الموقف ويلعب بالأبيض، وحان ميعاد نقلته الخالدة. هل تستطيع أن تجدها؟ والآن هيا نرى هذا الدور الممتع، أكيبا روبنشتاين أمام كارل هارموديكا الذي دافع ببراعة، ولكن موهبة روبنشتاين لا يمكن الوقوف أمامها. روبنشتاين بالأبيض وبدأ بE4 بE5 F4. دي النقلة اللي بتميز جنبيت الملك. فكرة الأبيض هي تضحية بيضة، والأسود إذا أخذه بيبتعد عن الوسط وبيترك الوسط للأبيض اللي بيستطيع أن يسيطر عليه، ولذلك عادة الأسود بيرفض أن يأخذ البيضق وبيستمر في التعبئة، إما بتحريك الحصان إلى F6 أو الحصان الآخر إلى C6 أو النقلة المعروفة بG5 اللي بنسميها جنبيت فالكبير المضاد، أو كما لعبة الأسود في الدور بيشوب C5 بيعبق الفيل وبيترك البيضة. وبكده دخلنا في التفريع التقليدي لجنبيت الملك المرفوض. والأبيض كمل Knight F3 بيعبق الحصان وبيكسف الضغط على البيضة، والأسود بيرد بD5 Knight C3 Knight F6 Bishop C4 Knight C6 D3. الطرفين بيعبقوا قطعهم في هدوء وفي سلام، لكن هنا الأسود بدأ يهاجم بالنقلة Bishop G4. النقلة دي لها أكثر من غرض، أولا نقل التعبئة، ثانيا بيربط الحصان على الوزير، وأيضا بيهدد بأخذ الحصان. والأبيض لو أخذ بالبيضة هيدمر هيكل بادئه في جناح الملك ولا يستطيع التبييض في هذا الجناح، بينما إذا أخذ بالوزير الأسود بيكمل Knight D4 طالب الوزير وطالب بيضة C2 بشوكة للملك والرخ، والأبيض لابد أن يتراجع، ولذلك ربما هذه النقلة تكون نقلة قوية، ولكن في الحقيقة بالتحليل الدقيق هذه النقلة نقلة ضعيفة، وده اللي أثبته روبنشتاين بعد H3. والفيل لابد أن يتراجع إلى المربع E6، لأنه لو تراجع للمربع H5 هيخسر الفيل بG4 Bishop G6 F5 والفيل في المصيدة.
ولذلك الاسود لابد ان يستمر في خطته ويكمل بيشوب تيكس اف 3. وروبنشتاين اخذ بهدوء بالوزير، ودلوقتي يبدو ان الاسود وصل لغرضه ولعب نايت دي 4 طالب الوزير وطالب بيدا السي 2، والمتوقع ان الابيض يعود الى المربع دي 1، ودي مش افضل نقله لان الاسود هيكمل بكسل مثلا، والابيض بيعاني من موقف صعب فهو لا يستطيع التبييت مثلا لان الملك هيكون على نفس الوتر مع الفيل، والاسود هيكمل ببساطه نايت تيك سي 2 تشيك كش بالكشف، والحصان طالب الرخ، والاسود هيفوز ماديا وربما بالدور. وايضا لو اخذ على المربع اي 5 طالب الحصان، الحصان هيتراجع في هدوء للمربع دي 7، والاسود بيهدد بالكش القويه بكوين اتش 4 تشيك، والابيض مضطر للدفاع بنقله زي الاتش 4، وهنا الاسود بيلعب نايت تيكس اي 5، والحصانين والفيل بيسيطروا تماما على الوسط. اذا التراجع بالوزير ليس النقله الافضل، وروبنشتاين لعب في هدوء كوين جي 3 طالب بيدا الجي 7 وبيترك بيدا السي 2، وهنا اكتشف الاسود ان الاخذ على المربع سي 2 نقله سيئه لان الابيض هيكمل كينج دي 1 وبعد نايت تيكس اي 1، هنا الابيض هيكمل بكوين تيكس جي 7 طالب الرخ وطالب ايضا كوين اف 7 تشيك ميت، والنقله الوحيده هي الروك اف 8، وهنا الابيض هيكمل في هجومه باف اي 5 طالب الحصان وبعد جي اي 5. الابيض له اكتر من نقله قويه، اما البيشوب جي 5 بيربط الحصان على الوزير وبياخده، او ربما الافضل روك اف 1 طالب الحصان وطالب بطريقه غير مباشره البيدا عن مربع اف 7 بمعاونه الفيل، والابيض هيسترد القطعه وموقفه افضل كثيرا. ولذلك الاسود ما اخدش على المربع سي 2 ولعب اولا كوين اي 7 بيحمي البيدا اف 7، وفي نفس الوقت بيتهيأ للتبييت الطويل. روبنشتاين ما زال بيكمل باف اي 5 طالب الحصان دي اي 5، وهنا روبنشتاين بيحمي البيدا بكينج دي 1. بعد حمايه البيدا الابيض اصبح له اكتر من تهديد، اهمهم البيشوب جي 5 بيربط الحصان ويليها بنايت دي 5 طالب الوزير وطالب الحصان المربوط، والابيض له هجوم قوي، ولذلك الاسود مضطر للدفاع بسي 6 بيمنع الحصان من الوصول للمربع دي 5، وكذلك بيهدد ببي 5 ويطرد الفيل، والفيل لابد ان يتراجع، والاسود بيكسره وبيتخلص من الفيل الخطير على الوتر المؤدي الى المربع اف 7، وفي نفس الوقت روبنشتاين ما يقدرش ياخد على المربع جي 7 طالب الرخ لان الاسود هيلعب ببساطه روك جي 8 طالب الوزير وبعد كوين اتش 6 روك تيكس جي 2. الرخ بيسيطر على الصف الثاني وبيدعم الحصان في تهديد المربع سي 2، والاسود يصبح افضل. على اي حال روبنشتاين ما خدش على المربع جي 7 انما منع النقله بي 5 بلعب اي 4، ودلوقتي بيهدد ببيشوب جي 5 ويربط الحصان وكذلك روك اف 1 ويضغط على المربع اف 7 بطريقه غير مباشره، والاسود كمل روك جي 8 وبيحمي البيدا، والابيض كمل في خطته بروك اف 1 طالب البيشوب جي 5 ويربط الحصان المربوط اصلا على المربع اف 7، ولذلك الاسود لعب اتش 6 وبيمنع الفيل من الوصول لجي 5، ومن هنا الابيض بدا يطرد الهجوم الاسود بالنقله نايت اي 2 بهدف تكسير الحصانين او لعب اولا النقله سي 3. وقبل ما نكمل هنتوقف لنقول ان بدءا من هذه النقله الابيض اعلن فشل الهجوم الاسود المبكر، وقطع الاسود المهاجمه هتنسحب رويدا رويدا، والابيض بدفاعه الصحيح هياخد المبادره حتى النهايه. على اي حال الاسود كمل بكاسل لونج، وهنا الابيض لعب نايت دي 4 بيشوب دي 4 سي 3 طالب الفيل، والفيل تراجع، والابيض كمل اي 5 طالب الفيل مره اخرى، والفيل مره اخرى بيتراجع، وهنا الابيض لعب بيشوب اي 3 طالب البيدا اي 7، والاسود لابد يدافع، ولو لعب اي 6
هيترك المربعات السوداء تحت سيطرة الفيل الأبيض وخاصة مع النقلة B4، ولذلك الـ A6 نقلة سيئة والأسود مضطر للدفاع بكينج B8، وهنا الأبيض لعب كينج C2. بالنقلة دي الأبيض أعلن أنه انتهى من تعبئته نهائيا وتم الربط بين الرخين، والأبيض له ميزة زوج الأفيال اللي بيسيطروا تماما على أوتار هامة في الرقعة، بينما الأسود اللي كان مهاجم منذ عدة نقلات أصبح في موقع مدافع، بل ربما في موقع مزدحم، وده بفضل الدفاع الصحيح من الأبيض اللي حنراه أكتر من مرة في النقلات القادمة. الأسود كمل بالنقلة الضعيفة كينج A8 لكي يخلي المربع B8 لتراجع الفيل لحماية البيض الضعيف A7، ولكن النقلة دي نقلة سيئة، وربما كان من الأفضل لعب G5 على أساس لعب النايت H5 طالب الوزير ومنها للمربع F4 ويغلق العمود F مؤقتا. على أي حال الأسود لعب الكينج A8، ولكن رد الأبيض جاء بنقلة عميقة وجميلة روك F3، لأن تهديد الأسود الرئيسي بلعب النايت H5 هيقابله الأبيض بالنقلة القوية كوين F2، والوزير هيمثل بطارية مع الرخ على العمود ويصوب على المربع F7، وكذلك بيكون مع الفيل بطارية على الوتر وبيصوب على المربع A7، وبكده بننقلب نقلة الأسود الهجومية إلى نقلة سيئة. ولكن الأسود بدلا من لعب النقلة المنتظرة نايت H5 لعب نقلة أخرى أكثر عمقا، وهي نقلة دفاعية هجومية. إذا وصلت لها أهنئك ولك إهداء. نايت D5. بالنقلة دي الأسود بيضحي الحصان في سبيل ان الابيض لو اخده الاسود حيفوز C takes D5 طالب الفيل، وبعد Bishop B3 الاسود حيلعب E3 وبيكشف هجوم على الوزير وكذلك هجوم على الرخ، والاسود بيفوز بمادة في كل التفريعات. اذا الابيض لا يستطيع الاخذ، لكن استفاد من هذه النقلة بنقلة اكثر براعة، وهي ايضا نقلة دفاعية هجومية. لو وصلت لها اهنئك بشدة ولك اهداء. Bishop G1 بيتراجع بالفيل، ودلوقتي اصبح بيهدد بكوين F2 ببطارية على العمود للمربع F7، وكذلك بطارية خطيرة على الوتر للمربع A7 بتشيك ميت. وبكده مرة وراء مرة الأبيض بيستفيد من نقلات الهجومية للأسود بنقلات دفاعية بتجعل الأسود يتورط حتى أذنيه في الرمال الناعمة، ودلوقتي أصبح مستعد فعلا لأخذ الحصان في أمان. على أي حال الأسود رد على Bishop G1 بالنقلة Knight F4 وبيغلق عمود الإف مؤقتا، والأبيض كمل في خطته Queen F2 طالب المات، والاسود بيدافع Bishop B8، ومن هنا بدأ الابيض يتألق، والخمس نقلات القادمة حتى النهاية هنجد فيها الابيض بيزداد لمعانا نقلة وراء نقلة، وبدأ بالنقلة اللامعة G3 طالب الحصان وبيترك البيضة H3، والاسود سعيدا اقتنص البيضة طالب الوزير وطالب يتخلص من الفيل المزعج، لكن الأبيض زاد تألقا بالنقلة Rook takes F7 طالب أيضا الوزير. وبعد الدور ظهر أن أفضل نقلة للأسود هي تكسير الوزيرين، وحيصل لموقف صعب لكن يمكن الدفاع عنه، لكن الأسود في الدور دافع Queen D6، وبكده أعطى السيطرة على الصف السابع للرخ، لكن ما زال الوزير مطلوب وكذلك الفيل. وهنا جاءت نقلة الدور الأكثر لمعانا، يا ترى إيه هي؟ لو وصلت لها أهنئك بشدة ولك إهداء. الأسود لعب النقلة المستحيلة Queen B6. روبنشتاين بيضحي بالوزير وفي نفس الوقت طالب تشيك ميت على المربع B7،
والاسود بالطبع لا يستطيع اخذ الوزير والا هيخسر فورا بA تاكس B6. بيكشف كش بالرخ على الملك والنقله الوحيده هي البيشوب A7 والابيض بيكمل روك A7 تشيك كينج B8 روك B7 تشيك كينج C8 وهنا الابيض بينهي الدور ببيشوب A6. طالب يرفع الرخ بكش بالكشف والرخ بيصل للمربع D7 طالب الوزير والابيض بيفوز بالوزير وبيفوز بالدور ولذلك الاسود لا يستطيع اخذ الوزير ولابد من الدفاع عن الصف السابع ولعب روك D7 وهنا ايضا جاءت نقلة جعلت الدور يأخذ جائزة الجمال الاولى يا ترى ايه هي اذا وصلت لها اهنئك ولك اهداء روبنشتاين لعب ببساطة بيشوب C5 طالب الوزير والوزير لا يستطيع الابتعاد عن حماية الرخ والمربع الوحيد هو كوين C7 لكن هنا الابيض حيفوز ببساطة بكوين C7 روك C7 وبعد روك تيك C7 بتظهر هنا اهمية النقلة لان الابيض بيكشف هجوم على الرخ الغير محمية وبعد بيشوب C7 بيشوب G8 والابيض بيخرج فائزا برخ كاملة وبيفوز بالدور اذا الاسود لا يستطيع لعب الكوين C7 ولابد ان يتخلى عن حماية الرخ وكمل روك تيكس F7 وبعد بيشوب D6 الاسود لعب يائسا روك F2 تشيك روبنشتاين فاز بابسط طريقة وهي كوين F2 وبعد نايت تيكس F2 والاسود تنفس الصعداء فانه وصل للتعادل المادي لكن روبنشتاين كان مخبئ النقلة اللامعة الاخيرة لو وصلت لها لك اهداء بيشوب C5 ودلوقتي الاسود لابد ان يفقد قطعة اما الرخ او الحصان الغير محمي والرخ غير قادر على حمايته ولذلك هنا الاسود سلم والمراقبون حول الرقعة قاموا بالتصفيق الحاد انه دور لا ينسى كلما ازداد الاسود في هجومه كلما ازداد تورطه وسقوطه داخل الرمال المتحركة واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك